اليوم رح فرجيكم افضل تمارين الصدر بالبيت برفع وزن جسمكم وبدون معدات. هلا معظمكم رح يكون عم بفكر انه انا بحاجه لارفع اوزان لحتى اضخم وكبر عضلات صدري. ما في شك على الاكيد انه رفع الاوزان بيساعد على تضخيم وتكبير عضلات الصدر، بس كمان فينا نضخم ونكبر عضلات صدرنا برفع وزن جسمنا. واليوم رح فرجيكم كيف يكون تساوي هذا الشيء. بس قبل كل شيء بحب اذكر انه انماء العضلات بيصير لما بيصير في تمزق وتفكك بالياف العضلات نحن وعم نتمرن او نحن وعم نرفع اوزان، ولما هيدا الشيء بيصير الجسم والعضلات عليهم انه يصلحوا هيدا الشيء، ولما بتصير عمليه التصليح العضلات بترجع اقوى واكبر من ناحيه الالياف ومن ناحيه الخلايا، وهيدا الشيء اسمه هايبرتروفي، يعني بالعربي التضخيم. بس خلونا ما ننسى كمان عامل التغذيه، لانه التغذيه هي الوقود يلي العضلات والجسم بحاجة له لإجراء عملية التصليح. فإذا كان عندكم كمية كافية من البروتين وكان عندكم كمية كافية من النوم الكافي، هيك عملية التصليح بتصير تحصل بسرعة أكبر. السبب ليش الوزن ضروري لبناء العضلات هو لأنه فعال جدا لتمزيق وتفكيك ألياف العضلات بشكل أسرع. بس لما ما بكون بحوزتنا أي أوزان، الطريقة الأفضل لتمزيق ألياف العضلات هي بتمديد وقت التوتر نحن عم نمرن عضلاتنا، يعني بدنا نثبت بوضعيات لمدة أطول والتكرار لح يكون أكبر، وهيك بنحصل على تمزيق لألياف العضلات تماما مثل لو أنه نحن بالنادي وعم نرفع أوزان، وبعد هيك بتحصل عملية التصليح لتحصل على عضلات أكبر وعضلات أقوى. ولهذا الشيء تمرين الصدر اليوم هي افضل التمارين للناس يلي ما بتروح النادي بتتمرن بالبيت وما عندها معدات، او للناس يلي بتروح النادي والنادي مسكر. وبهدول التمرين رح نصيب كل مناطق الصدر، يعني رح نصيب الصدر من العالي والوسط والاسفل ومن الداخل ومن الخارج. فجهزوا حالكم، اليوم عندنا 7 تمارين. التمرين الاول تمرين البوش ابس العالي، التمرين اللي كلكم بتعرفوه. جسمنا بده يكون جالس من عند كعب اجرينا لعند كتافنا، ولما نهبط للأسفل بدنا ندفع حالنا شوي للأمام، وبعدين بدنا نرفع حالنا للأعلى. رح بنساوي 20 ثانية تنوصل لأعلى مستوى من عملية التضخيم ونمزق ألياف العضلات. التمرين الثاني هو تمرين البوش ابس بشكل دائري. هيدا التمرين مهم جدا لعضلات الصدر من الداخل ومن الخارج، وهيدا التمرين بيساعد على فصل عضلات الصدر من خلال تغييرنا لنوعية البوش ابس. رح بنساوي 5 لليمين و5 للشمال. التمرين الثالث هو تمرين بوش اب رامي السهام، وهيدا التمرين رح يفصل عضلات الصدر عن بعضهم من خلال حديه نوعيه التمديد، وهيك رح نمزق الياف العضلات بشكل اعمى. رح ناخذ وضعيه البوش اب الواسع، وبعدين بدنا نختار الذراع يلي بدنا نمددها، وبدنا نخلي الذراع الثانيه مستقيمه. رح بنساوي 10 ثواني لكل جنب، وبعدين بدنا نبدل الجنب. بعد هيك بدنا نرجع لفوق، ورح بنساوي مره على كل جنب مشان نتاكد انه حصلنا على عمليه تضخيم كامله. التمرين الرابع هو تمرين بوش اب الدفع السلبي. هيدا البوش اب رح بيعطيكم قدره على رفع مستواكم على القيام بتمرين البوش اب. رح بنساوي 10 مرات. رح بنهبط للاسفل ببطء وبتركيز، وبعدين بدنا ندفع بجسمنا للاعلى وبكل قوتنا. Thank you.
الخامس هو تمرين البوش اب العالي، بس رح ضيف تكنيك جديد عليه، تفرجوا كيف. خلوا جسمكم مستقيم مثل البوش اب العادي، هبطوا للأسفل وادفعوا حالكم للأعلى، بس لما بتوصلوا للأعلى بديكم تخلوا ظهر إيديكم يلمسوا بعض، لأنه هيدا الشيء بفعل الصدر العالي. بدنا نشغله 15 مرة. التمرين السادس هو البوش اب المرتفع. بدنا نحط اجرينا على الكرسي وبدنا نبلش نشغل البوش اب. بدنا نشغل هيدا التمرين 20 ثانية. التمرين السابع والاخير، هيدا التمرين رح يترك توتر كتير كبير على الياف العضلات يلي رح يسبب بتمزقهم بشكل عميق. 30 ثانيه نزول و30 ثانيه طلوع، فركزوا منيح وحاولوا قدر المستطاع. وهيك بكون خلصنا أول جولة. 3 جولات بعد ورح تحصلوا على عملية تضخيم رائعة. مشاهدينا إذا عجبتكم التمرين لليوم ما تنسوا مشاركة الفيديو، شاركوا بالقناة، بتشكركم على المشاهدة وبشوفكم بالفيديو الجاي.